الو راكو هنا، مرحبا بكم في قهوه بودكاست دي زد. هذا الابيزود نكملو نهضروا على قهوه ويلا ولا ديروا النيه وبداو لو جيد بي دي اف اللي وجدته لكم. وي مازال نزيد نصرعكم به. قبل ما نبداو حبيت نقول لكم ميرسي بوكو للناس اللي بارطاجاو الابيزود، راهم جاوا عباد جدد، مرحبا بكم، اهلا وسهلا اللي تحقوا رانا هنا. المهم الكتاب هذا بازي سور 4 ليفر. نشوفوا الكتاب الثالث اللي هو Atomic Habit تاع جيمس كلير. إذا تقرأوا كتاب واحد خيروا هذا هو الميغ فيهم، فيه ملخص تاع كلش وفيه أمثلة مفهومة مفروزة. كشغل قرأ 100 كتاب على طبيعة الناس ومن بعد لخصهم قاع في كتاب واحد، والاستنتاج اللي وصل له هو كاين 4 قواعد نديروهم كي نحبوا نبداو حاجة جديدة، نديفلوبي طبيعة جديدة ونقلبوهم، هاد المذاهب نقلبوهم باش نحبسوا حاجة اللي ما نحبوهاش، اللي راهي تضرنا وكرهنا منها وما عرفناش كيفاش نحبسو. لا فيلوزوفيا اللي مور هاد الكتاب هي تعيش حياتك على حساب طبيعتك. ما يكونوا عندك أهداف كبيرة ومبادئ كبار وزعما حاجة مليحة، بصح ما يفيدوا فوالو ماشي هما اللي صح يبينوا حياتك كيفاش دايرة. الحاجة اللي توري لك حياتك كيفاش دايرة، اللي نهار اللي تشوف اللور وتقول كاع واش درت في حياتي، طبيعتك هما اللي خلاوك تكون وين راك تكون، وهما اللي يدوك وين راك حاب تروح. الوغ 4 قواعد هادو باش نبداو حاجه جديده، تقدر تكون حاجه كبيره ولا حاجه صغيره. باغ اكزومبل تقدر تكون نشرب الماء اكثر، كيفاش ندخل هادي في حياتي، بالك ما نشربش الماء بزاف، ولا كيفاش نقص الافكار السلبيه، ولا كيفاش نبدا نمشي اكثر، كيفاش نتعلم نشكر الناس. المهم كل واحد فيكم او على باله واش راه حاب يبدا. ايه المبدا الاول هو make it obvious، رجعها باينه. كيما في لابارتي الاولى شفنا لازم نعرفوا وين رانا باش نعرفوا رانا رايحين، هذا سي لو ميم برينسيپ. لازم نشوفوا كامل طبيعتنا ملي نوضوا صباح حتى نروحوا نرقدوا، واش رانا ندير، ولازم يكونوا باينين، يكونوا ايفيدونت لروحنا. كدا نقدروا نغارديو حاجه مليحه ونقدروا نتخلاو على حاجه عيانه. لازم نديروا ليستا تاع كاع الحاجات اللي رانا نديروهم ونعطولهم نقطه، اسكو حاجه ايجابيه ولا سلبيه ولا نوتر، لا زيرو، لا مليحه لا ماشي مليحه. باغ اكزومبل نوض الصباح قادره تكون ايجابيه قادره تكون سلبيه، لازم نوض الصباح باش نقعدو حيين. المهم اسكو راني نوض الصباح ولا راني نوض الحشيه، كاسا ديبون في حياتكم، بالك تخرج عليكم تنوضوا الحشيه روها ايجابيه ولا في الزيرو. ولا اللي يحبوا ينوضوا الصباح ديروا بلس قدام راني نوض تاع 8 تاع الصباح. انا نوض كل يوم على 7:30 8 هكذا اللي عرفت بلي كبرت. يا حصره كي كنت صغيره كنت نوض على وحده، دوكا كي تلحق 8 سي بون الماكسيموم عينيا يتحلو. ومن بعد واش ندير، نحكم التليفون ايجابيه ولا سلبيه؟ اذا راني نشوف غير الحاجات اللي يغيروني ويحبط لي المورال معناتها حاجه سلبيه. راني دايره في التليفون حاجه بوزيتيف حاجه ايجابيه، نقراها شغل يطلع لي المورال تولي حاجه ايجابيه. ومن بعد نلبس حوايجي، دي كاين اللي تجيهم حاجه نورمال سما نوتر، وكاين اللي يكونوا تالمون في حصله وفي اكتئاب كي يلبسوا حوايجهم ديجا رانا في المليح وما فيها والو. كل واحد وين راه في هاد الدنيا وما نقدروش نقارنو، كل واحد يدير حاجة واقعية على حسب حياته. دوكا إذا راكو في حالة صحية أنا وكي تنوضو الصباح وتغسلو وجهكم وتلبسو حوايجكم، ديجا سي ان ايفور كبير، مجهود كبير باش توصلوا لهاد الريزولتا. معليش كتبوها وقولوا هذا سي تان بلوس. وهاد لا سيتوياسيون ما كاش لي ما يجوزش عليها، ما فيها والو، الديفو ماشي فيكم، الدنيا هادي واعره ويجي النهار وين نتعبوا شويه. المهم ما نابوندونيوش، ندير لا ليست وما نحاسبش روحي، ماشي نقول يا جياحة الناس واش يدير وانا باش نوض الصباح تجيني واعره، بحار عليهم. ومن بعد شوف انا وين راني، نكتب اني نوض الصباح ولبست حوايج مقيين بلوس، ومن بعد نشرب قهوه بلوس وموان بلا بلا بلا. راكو فهمتوا البرينسيپ، سيك لازم حاجه تكون باينه، واحد يتامل في حياته ويشوف الحاجات اللي ملاح والحاجات اللي ماشي ملاح اللي راهو يديرهم، ومن بعد يبدا يخمم واش يسي غاردي واش يسي ينحي واش حاجه يزيد يديرها حاجه تفيد. ومن بعد نرجعوا نيتنا باينه. كيفاش نرجعوا نيتنا باينه وباش تدخل لنا في مخنا مليح، ما تقعدش فلو، قولوا دوك ندير هاد الحاجه على هاد الساعه في هاد البلاصه. For example دوك ندير نتبع فيديو تاع abs in 20 days، ندير فيديو تاع 10 دقائق تاع لي زابدو على 3 في الصالون. بدات تكون باينه، ماشي كاش نهار ولا اون بعد، ما كاش اون بعد، كاين الوقت وكاين البلاصه. هادشي كي تحدد الوقت وتحدي البلاصه مخك يبدا يوجد لي بلان، تولي كي تقرب هذيك الساعه بلا ما تفيقي
مخك يوجد ديجا خاطش تبان له حاجه قريبه حاجه اورجنت ماشي كيما كي تقولي كاش نهار مخك ما عنده ما يدير يقعد مكسل بصح علاش خيرت ثلاثه علاش خيرتي هذا الوقت لازمش يكون وقت هكذاك وخلاص العشوائيه مخنا ما يحبهاش يحب بلان باين نقول ثلاثه باسكو على بالي جوه الزوج ونص نكون درت كش حاجه ما الفانديرها اكزامبل على بالي نفطروا على الوحده ومن بعد ما نجو نغسلوا الماعن وبعدو نقصروا شويه نشربوا لاتاي على بالي على ثلاثه خلاص خلاص كلش هذه عاده في حياتي نورمال على بالي بلي كل يوم هكذا في الصيف باش نقول نوض على 7 تاع الصباح وندير سبور ومننا يبين ما حش صرا صح على بالي بلي كل يوم نفطروا على الوحده وكل يوم نكمل كلش على زوج ونص ولا على ثلاثه نقول فوالا على ثلاثه بيل نبدا نتوما شوفوا في حياتكم وشنو حاجه اللي سير ديروها كل يوم ديروها قولوا مور هاد لاكتيفيتي ندير هاد لاكتيفيتي جديده كل يوم تشربوا قهوه صباح لصقوا معها عاده جديده قول نشرب القهوه صباح ومن بعد نشرب لي فيتامين تاعي نشوف الاخبار على 8 ومن بعد نعيط لك شو واحد الواحد على حسب حياته هادو مبادئ ومن بعد الواحد يمد لي زيكزامبل من حياته والدارنييرمون الاخرانيه هادي وجدوا البيئه تاعكم لافيرونمون تاع داركم باش يفكركم في هاد العاده الجديده اللي حابين ديروها باغ اكزومبل اذا نقول مور ما نشرب قهوه نشرب لي فيتامين تاعي نحط الباطه تاع لي فيتامين قدام القهوه باش كي نشوفها نتفكر هاد المبدا استعملوه في كلش كل عاده جديده رجعوها حطوها باينه تشوفوها وعينينا يفهموا اكثر ما نفيقوا بمخنا اكثر ما نكونوا كونسيون كاين تاني اللي تخرج عليهم بزاف الكتيبه يكتبوا لو بوت تاعهم ولا العاده الجديده هذه في بلاصه باينه الباب تاع فريجيدار ولا في الحيط ولا قدام بيتهم ولا في البيرو كيشوفوها يتفكروا و لا فيزيون عندها بوفوار كبير لا فيزيون وكي نقراو كاين واحد لو تيست فريمون جاني بيزار وعجبني واحد لي بسيكولوج داروا واحد التيست جابوا دو جروب تاع العباد كل جروب حطوه في شومبرا نقولوا في قسم وطالب لهم كلمات مبعثره ولو بوت هو يديروا يرجعهم جملات قالوا لهم هذا سي ان تيست على رابيديتي منا جابوا لهم سبايب واحد اخرين ماشي شنو هو ليكسبيريونس تاع الصح ليكسبيريونس تاع الصح هي يشوفوا شحال يمشوا بالزربه كي يخرجوا من هذيك من هذاك القسم واش صابوا باللي الجروب اللي طاو لهم جملات يقولوا راني كبير وعييت وملي قفلت 80 سنه وانا ما نقدرش نمشي مليح ولا راني عيان ولا انا نحب نمشي بالعقل وهذوك الناس اللي في القسم ما على بالهمش بلي كاين جروب واحد اخر عم بالهم برك سي ان تيست دو رابيديتي والناس الجروب الاخر اللي كانوا في قسم واحد اخر عطاو لهم جمله تاع انا جو سوي تري اكتيف وعندي نشاط ونحب نمشي بالزربه وبليف ان يور سيلف وعفايس هكذا تاع بوزيتيف اي با كي قاسوا شحال السرعه تاعهم كي يمشوا خارجين من هذاك القسم الجروب الاول خرج يمشي بلا عقل خرج قراو بلا ما يفيقوا دخلت المخهم الجروب الدوزيام خرجوا يمشوا شويه بالزربه بلا ما يفيقوا هذا يقول لك البوفوار تاع الحاجات اللي نقراوهم شيختو في وقتنا هذا اللي بزاف الناس محاصلين في دارهم ما يخرجوش كاع يضلوا يقراو في الانترنت ده نهار كامل يقراو غير الدبريس بلا ما يفيقوا ما مدى حياتهم نورمال راه بس عليهم بصحتهم الناس اللي يحبوهم بصحتهم كلش مليح مثل ما يقراو انا كاره حياتي وانا ما هكذا يقولوا يحسوها المهم هذا كاع باش نقول الحاجه اللي العاده الجديده اللي حابين نديروها ذا نيو هابيت رجعوها باينه وين دورو كاين حاجه تفكركم فيها دونك هذه لا بارتي الاولى مبدا الاول اللي هو رجعي هاد العاده الجديده باينه obvious المبدا الثاني هو ميك ات اتراكتيف رجعوها تعجب كيفاش نديروها بروميرمون نلصقوا هاد العاده الجديده في حاجه نحبوا نديروها باغ اكزومبل انا كي كنت نكتب في هذيك الروايه كنت نشعل شمع لي شمع اللي نحبهم يريحوا القهرس كنت ندير لا ميوزيك اللي نحبها كنت لاصقه فوني وحده نعاود فيها باسكو تفكرني في الكتيبه انا عندي واحد لاتاي سبيسيال في تاع لي فري روج نحبو وبعد نبدا نكتب كتيبه صعيبه باسكو فيها ستريس شويه مي كي لصقتها في كاع هذوك الحاجات الاخرين ولات تبان لي صافا حاجه هايله انت شوفي وشنو هي الحاجه اللي تحبيها ولصقي فيها حاجه ما تحبيهاش بزاف نتوما شوفوا على حسب الذوق تاعكم على حسب حياتكم وهذا كاع شغل ان ريتوال طقوس ديروه باش يفكركم ويرجع الحاجه اللي حين ديروها اتراكتيف حاجه تولي تعجبكم ثاني ديروا اكتيفيتي تحبوها قبل ما ديروا حاجه ما تحبوهاش تحبوا تهضروا في التليفون
نقولوا دون نايت لصاحبتي دوكا وغير نكمل ندير هاد الحاجه اللي مانيش حابتها. ماشي معناتها تجوزوا نهار كامل في التليفون باش تي في تي ولا اكتيفيتي. حطوا لي ليميت لراحكم بعدا ما تكونوش جهاله. عارفوها العقليه تاع قبل الاكزام كي نبداو ننقوا الدار ونديروا لا سياست ونعي الناس كامل. اعطوا حدود لراحكم. المبدا الثاني هو رجعوها سهله، ميك ات ايزي، قصوا الخطوات الماكسيموم. طرات مام خطوه صغيره تحبسنا ما نديرو حاجه جديده ولا عاده جديده. عاود نولي ليكزامبل تاع لي فيتامين لازم نشربهم ولا الدواء لازم نشربو. بالك وكان نحطو في البلاكار نقول ايه من بعد نروح نحل البلاكار ونجبدو، هي والو علاج لغير هاد الخطوه زياده كابابل بزاف الناس يحبسو. يحب يدير سبور هي الباسكيت راهي مخبيه في البلاكار مور كاع الحوايج، هي ساهله تدني الحوايج وتخرب شويه تجبد صباطك. مي هاد فيها احتكاك يخليك تنسى ولا ما تحبش تدير هاد الطبيعه الجديده. تاني لازم الواحد يوجد كاع واش يسحق الافونس، حط صباطك وتقاشرك والحوايج وكلش كلش لازم يكون واجد. ما تجي تلحق هذيك الساعه مور ما دير هادي راح دير هادي يكون كلش واجد. جيمس كلير تاني مدنا كونساي هايل هو قانون الدقيقتين 2 minute rule. يقولنا لازم نقسموا الخدمه كاع باش تولي حاجات صغار يدونا دقيقتين او اقل. باغ اكزومبل نبدا ندير سبور، هذا ما عنده حتى معنى كبير بزاف هاد لو بوت. نقول نبدا نجري، اوكي نجري هذا سي ان بوت صغير عليه بصح مازالو كبير بزاف. نزيد نصغر وشنو هو لو بوت؟ لو بوت نوجد حوايجي الافونس. بوت صغير نخرج صباطي من البلاكا، نوجد قاشري، نلبس صباطي، نعمر قرعامه، نحل الباب، نحبط الدروج، نخرج برا، نخرج من الحومه، بلا 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 بلا. المهم دي زاكتيفيتي فيهم زوج دقائق ولا اقل، هادو اللي مخنا يقدر يديجيريهم يقدر يفهمهم. وتالمون ساهله يروح لنا التفنين. كيكون عندنا ان بوت كبير يبان علينا كي الجبل ما يخلع تقولي ما نوضش نقعد قاعده واش يوصلني. صح كي تقولي هاني رفدت خماري ولا هاني درت غوج على لافغ ما تديش زوج دقائق، ساهله نقدروا نديروها. ايه سيو شوفوا. المبدا الرابع هو make it satisfying، رجعوها مرضيه بلا ترضيكم. ترضاو عليها انا باليش. المهم كيفاش نرجعها satisfying مرضيه؟ نعطي لروحي جائزه صغيره كل ما ندير هاد العاده الجديده. اكزومبل راني حابه نتعلم لغه جديده راني رجعتها باينه وتعجب وسهله ودرتها، غير نكمل ناكل شويه شيكولا ولا غير نكمل نضربها بشطحه باش مخي يقول يا ولا غير هايله لا بروشان فوا نزيد نقرا. أعطيوا روحكم جائزة يلو كان هدرة برك، يلو كان فكرة برك مخكم واحد ما يسمحها. قولوا بي أنا فور أني كملت قاعد لاباج ولا نستعرف بروحي يعني درت هاد الباراغراف. هادي تحس روحك بيان، تشجع روحك باش تعاود هاد لامام أكسيون. تاني استعملوا habit tracker، دي شغل جدول أو ديجا كاين في الكتاب تبو فيه العادة جديدة وديروا انسيني كل ما تديروه. باغ اكزومبل الطبيعة الجديدة اللي راني حابة نديرها هي ناكل الخضره، مالفا ناكل غير الخبابز والمقارون. قول لا لا دوكا نولي ناكل الخضره. شوف راني بتنين راني كليت، بتلاتة راني كليت، بالاربعة راني كليت. دير انسين قدام كل نهار نشوف نقول ما لازمش نكسر هاد السلسله. قول ام ديجا عندي ثلاثة هيا نزيد الرابعة. وهذه حاجة لازم نقولوها لروحنا، ما تجيش هكاك وخلاص. قولوا اسمكم وقولوا لا لا ما ديريهاش، تكسريش السلسله، قولوها في قلبكم ولا اوتفوا واللي يحب يحسبكم مهبل معليش بحار عليه فيها والو. إذا كاش ما صرا خاطش هادي الدنيا ما قدرتوش ديروها نهار، هاد ذا نيو هابيت راحت لكم نهار. ديروا الماكسيموم 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 باش عاودوا تولوا. تراطيو نهار خير ما تراطيو يومين، خاطش تم المخ يبدا يجيب سبايب يقول لك اني ما درتهاش البارح وما صرا والو، واش لازم نيفيتيوها. فهمتوني مليح. المهم تهلاو في روحكم مليح مليح ونتلاقاو في ليبيزود الجاي نشوفوا فيه كيفاش نحبسوا الطبيعه الشينه كافينا طبيعي يعني. نلتما تهلاو في روحكم مليح مليح وتهلاو في الناس اللي دايرين بيكم. هيا باي باي.